السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في هذه الحصة التي سنخصصها لمكون التعبير والإنشاء. هذه الحصة موجهة لتلاميذ المستوى الثانية الإعدادي. في هذه الحصة سوف نتطرق إلى مهارة وردت في الوحدة الرابعة من المجال الاجتماعي والاقتصادي، وسيكون عنوانها هو مهارة التحويل، التدريب على تحويل غرض أو موضوع أو شكل أو وضعية. تطرقنا لهذه المهارة في مكون التعبير والإنشاء طيلة 4 حصص، وقلنا بأن مهارة التحويل مهارة مهمة جدا بالنسبة للتلاميذ، لأنها تمكنهم من التغيير وتحويل أغراض مواضيع وضعية النصوص من غرض إلى غرض آخر، من وضعية إلى وضعية أخرى إلى آخره. مثلا نستطيع أن نغير نصا من وضعية الفرح إلى وضعية الحزن، أو من التفاؤل إلى التشاؤم، أو أن نحول نمط نص من السرد إلى الوصف إلى آخره من الأغراض. في هذه المهارة تدربنا على هذه الأمور، واليوم إن شاء الله سوف نقوم بحصة نقوم بدعم وتثبيت مكتسباتنا من هذه المهارة. سوف نحاول إن شاء الله من خلال هذه الحصة أن نرسخ مكتسباتنا من مهارة التحويل. إذا سنشتغل على هذه الكفايات التالية. الأهداف المشهودة في هذه الحصة هي الكفاية المعرفية، ترسيخ مكتسبات المتعلم السابقة لمهارة تحويل النصوص. إذا سوف نحاول أن نرسخ تلك المكتسبات التي اكتسبتموها طيلة الحصص الأربع المخصصة لمكون التعبير والإنشاء. الكفاية الثانية كفاية منهجية، وهي تثبيت مكتسبات المتعلم الخطوات المنهجية للمهارة. قلنا بأن مهارة التحويل تمر من خطوات منهجية دقيقة وعلمية، يعني أن المهارة لا تتم بشكل عشوائي بل وفق خطوات محددة، وبالتالي اليوم سوف نقوم بتثبيت تلك المكتسبات أو تلك الخطوات المنهجية التي من خلالها نستطيع أن نحول بين أغراض وبين وضعيات النصوص. الكفاية الثالثة هي كفاية تواصلية، تعزيز قدرة المتعلم على التحويل بين أغراض النصوص وأشكالها وموضوعاتها. إذا اليوم سوف نعزز هذه القدرة، قدرتكم على التحويل بين أغراض النصوص، مثلا نص في المدح نحوله إلى الذم، أو مثلا بين أشكالها قصيدة شعرية نحولها إلى نص نثري أو بين موضوعاتها. إذا اليوم سوف نشتغل إن شاء الله على هذه الكفايات. قبل إنجاز تمرين تطبيقي في هذه المهارة، سنقوم باستحضار الخطوات المنهجية لهذه المهارة. بالنسبة لتعريفها، قلنا بأن التحويل لغة أو مهارة التحويل لغة هو النقل والتغيير. أما اصطلاحا يعني في هذه المهارة، فالتحويل هو يقصد بالتحويل كمهارة تحويل نص أو خطاب من جنس إلى آخر، أو تغيير مساره الأصلي إلى مسار جديد. أحيانا تحويل نص أو خطاب من جنس إلى آخر، كما قلنا قبل قليل تحويل مثلا قصيدة شعرية إلى نص نثري، أو تغيير مساره الأصلي، النص كان عبارة عن تعبير الكاتب عن فرحه بشيء معين، نحول مساره إلى حزن وكآبة، إذن هذا التحويل إلى مسار جديد. إذن هذا هو الهدف من مهارة التحويل، القدرة على التحويل بين النصوص. بالنسبة لأنماط وأشكال التحويل، يعني ما هي أنماط، ما هي أشكال هذا التحويل؟ تتعدد أشكال التحويل وتتنوع، ومنها والكثير منها ذكرناه قبل قليل تحويل غرض النص إلى ملك، إذا جاء مثلا نص كتب فيه الكاتب رسالة إلى صديق له يمدحه بخصاله الحميدة والجميلة ويثني عليه. نتدرب في هذه المهارة كيف نحول ذلك النص من الملك إلى الهجاء، طبعا بالخطوات المنهجية التي ذكرناها والتي سوف نذكر بها الآن.
نظري للموضوع. مثلا القبول الرافض، كاتب في نص معين تطرق الى مشكله او مساله او راي معين، ثم عبر عن رايه في تلك المساله بانه يقبلها ويوافق عليها ويقوم بالدفاع عن وجهه نظره بالاعتماد على ادله. من خلال هذه المهاره نستطيع ان نحول ذلك النص من القبول الى الرفض، طبعا من خلال مجموعه من الخطوات المنهجيه. يمكن كذلك تحويل الشكل الموضوع او النمط، عندما نقول الشكل كما قلنا قبل قليل، تحويل مثلا قصيده شعريه الى نص نثري. النمط، عندما نقول النمط، نمط النص، النمط هي الطريقه التي عالج بها الكاتب موضوع معين. نستطيع مثلا ان نحول النص من الحوار الى السرد، يعني من نص مسرحي الى نص قصصي او روائي. هذا كذلك احد اشكال مهاره التحويل. تحويل المواقف والوضعيات، مهاره عنصر مهم جدا، يعني التحويل من وضعيه الحزن الى وضعيه الفرح مثلا، وهذا ذكرناه قبل قليل. اذا هذه هي اشكال وانواع التحويل. هناك اشكال كثيره جدا ولكن سنركز على هذه الاشكال. طيب الان ما هي الخطوات المنهجيه لهذه المرحله؟ كيف نستطيع ان نحول نصا من مسار معين الى مسار اخر؟ سنشتغل في هذه الحصه بحكم ان الحصه تضيف دعم التثير، لن نستطيع ان نشتغل على جميع الاشكال والانواع التي تطرقنا اليها قبل قليل، وبالتالي سنشتغل على تحويل الوضعيات. كيف نستطيع ان نحول النص من وضعيه الى وضعيه معينه باتباع خطوات منهجيه محدده؟ الخطوات المنهجيه سهله جدا، هناك ثلاثه خطوات سوف نتطرق اليها الان، وسنحاول ان نطبق هذه الخطوات على نص معين. إذا الخطوة الأولى، نستخدم في هذه كما قلنا الخطوات المنهجية لتحويل الوضعيات والتي تمر من ثلاث مراحل. الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى، فهم مسار النص الأصلي، ويقتضي ذلك معرفة مضمون النص ومواقفه وشخصيته ومجاله. هذا خطوة مهمة جدا. النص الأصلي لا نستطيع أن نحوله إلى نص آخر إلا إذا فهمناه جيدا واستوعبنا مضمونه وتعرفنا على مواقفه وشخصيته وخصوصا معجمه. معجم مهم جدا وسنتعرف على أهمية المعجم في مهارة التحويل. إذا قلنا فهم مسار النص الأصلي بمعرفة مضمون النص، تحديد الفكرة العامة للنص، خطوة مهمة جدا. إذا حددت الفكرة العامة للنص ومضمون النص ستسهل عليك عملية التحول. ثم التعرف على المواقف الواردة في هذا النص. هل هذا النص فيه موقف فرح، حزن، فيه تفاؤل، فيه تشاؤم، فيه موافقة على رأي، معارضة لرأي آخر؟ فبالتالي هذه المواقف يجب أن نتعرف عليها. كذلك الشخصيات، ثم المعجم. عندما نقول المعجم يعني مفردات النص، كلمات النص. وكما قلت أن التعرف على معجم النص مهم جدا. لماذا؟ لأننا عندما نحول في الحقيقة ماذا نحول؟ نحن نحول عبارة، نحول كلمة. عندما نقول بأن النص يتحدث عن أو فيه وضعية فرح، يعني أكيد بأن فيه عبارات تدل على الفرح، كل كلمة تدل على الفرح. إذا عندما نتعرف على المعجم ونستخلص الكلمات التي تدل على الفرح وعلى الموقف الوارد في النص، ستسهل علينا عملية التحويل. بعد أن ننتقل إلى المرحلة الثانية، تحديد المسار الجديد، ونعني به ضبط وتحديد الغرض الجديد من النص واقتراح معجم بديل يسهل مقاصد النص الجديد. اذا ضبط يعني تحديد المسار الجديد. اذا كان النص الاصلي مثلا في الفرح مثلا، يجب ان نحدد المسار الجديد للنص الجديد، وهو الحزن، او حسب المطلوب منا بالنسبه لكم انتم التلاميذ، يعني المطلوب يكون محددا في نص الموضوع، خصوصا فيما يتعلق بالفروض والامتحانات. ولكن بصفة عامة ينبغي أن نحدد المسار الجديد الذي سيتخذه النص الجديد. يعني ضبط وتحديد وغرض، عندما نقول المسار نقول غرض جديد من النص. النص الأصلي كان في المدح مثلا، إذا النص الجديد يجب أن يكون في الذم، مثلا نختص أن يكون في الذم. اقتراح معجم بديل، اقتراح معجم بديل، ونعود إلى ما ذكرته سابقا فيما يتعلق بمعجم الكلمات. إذا كانت تلك الكلمات التي استخلصناها في الخطوة الأولى تدل مثلا على التفاؤل، إذا يجب اقتراح معجم بديل يخدم الغرض الجديد للنص. كلمة تدل على التفاؤل مثلا، النص الأصلي كان في التشاؤم، نحتاج إلى كلمات وعبارات جديدة تدل على التفاؤل.
طبعا المعجم الجديد يجب ان يسير مقاصد الناس الجديد. المرحلة الثالثة سيارة الناس. بعد الانتهاء من المرحلتين السابقتين يصار الناس سيارة متماسكة المعاني وخالية من الأخطاء اللغوية. فيما يتعلق بالتحويل بين هاتين المرحلتين تتم عملية التحويل. الآن بعد الانتهاء من المرحلة الثانية نقوم بجمع ما وصلنا إليه من خلال هذه المرحلة. طبعا عملية الجمع تتم عن طريق سيارة النص سيارة متماسكة المعاني وتدرج إلى هذه المسألة. يعني المفروض أن هناك أن يكون هناك تسلسل معنوي في النص طبعا خالي من الأخطاء اللغوية وكذلك الأخطاء التعبيرية وخصوصا عدم التوضيح على ما تتقين. مسألة غاية الأهمية. كثير من التلاميذ لا يهتمون بهذه المسألة، مسألة علامات التقييم الفاصلة والنقطة وعلامات الانفعال والاستفهام إلى آخره إلى آخره. معناه أنها مهمة جدا وتخدم مع الناس. يعني عدم الاعتماد على علامات التقييم أو عدم توظيف علامات التقييم يعني نص بدون معنى، نص بدون معنى. الآن سننتقل إلى التطبيق. سنقوم في هذا التمرين ب بقراءة نفس الموضوع. سنقرأ القراءة ثم سننجز المطلوب لنا في نفس الموضوع. إذا نقرأ النص التالي ثم أنجز المطلوب. النص هو عبارة عن رسالة متفقين إلى صديق. سنحاول من خلال النص أن نكتشف غرضه غرضا منه أو مصدره الأصلي لكي نستطيع أن تحويله إلى غرض آخر. إذا نقرأ النص. أنت أفضل صديق لي يا زيد. لطالما كنت مخلصا ووفيا ودائما تذكرني على نفسك. قضينا مع بعضنا بعض أجمل الأوقات في المدرسة وحتى في الحي. وكنت أرى فيك الشهامة والشجاعة في مواقف كثيرة. أخلاقك راقية وما أجمل كلماتك حينما كنت تحاول أن تخفف عني أحزاني. أما كرمك فليس له مثيل، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالمال. فنقودك كانت نقودي والعكس صحيح. أفتقدك كثيرا يا صديقي. لقد كان فراقك صعبا علي، لأن يعني أخا مثلك من الصعب أن تجده في هذه الأيام. إلى لقاء قريب صديقي الجميل زيد. إذا تلاحظون بأن في هذا النص طفل أرسل رسالة إلى صديقه يمدحه فيها ويتحدث عن خصاله الجميلة. المطلوب منا هو حول مسار هذا النص من المدح إلى الذم، مستثمرا مكتسباتك من مهارة تحويل النصوص. إذا كما قلنا هذا النص هذا مساره الأصلي هو المدح، فكيف نمدحه صديقه؟ سنحاول أن نحول مسار هذا النص من المدح إلى الذم، طبعا بالارتباع على الخطوات المنهجية للمهارة. أنا اكتشفت أن كثير من التلاميذ ربما عند القدرة على الإبداع يستطيعون التحويل لمثل هذه النصوص ولكن بشكل يعني عشوائي ليس منهجيا. من الجيد أن يكون لك إبداع، ولكن الشغال بطريقة غير منهجية قد يقوقك في الأخطاء وليس دائما مضمون النتائج. يعني عندما تشتغل بطريقة منهجية دائما النتائج مضمونة وتضمن أنك تنجز المهارة بقواعدها والنتيجة تكون مرضية، وبالتالي يجب أن نشتغل دائما ونحرص دائما على مراعاة أو الشغال بخطوات منهجية علمية مضبوطة. طيب، خطوة الإنجاز. سوف نشتغل على ذلك النص بالاعتماد على جميع الخطوات التي ذكرنا قبل قليل. المرحلة الأولى، قلنا بأن المرحلة الأولى ماذا تقتضي؟ تقتضي فهم مسار النص الأصلي، ويقتضي ذلك معرفة مضمون النص ومواقفه وشخصيته ومعجبه. في هذا النص قلنا بأن الطفل، ذلك الطفل يمدح أحد أصدقائه، لأن هذا هو المسار الأصلي لهذا النص، الطفل يمدح صديقه. في مدح ذلك الصديق استخدم مجموعة من الصفات. قال بأنه أفضل أصدقائه، قال عنه بأنه مخلص الإخلاص، وفي كريم
أخلاقه راقية، ثم أنه نادر، لأن صديقا بهذه المواصفات حسب ما ذكر الطفل نادر الوجود. جيد، إذا من خلال هذا الكلام يتضح لنا موقف الكاتب أو الطفل، وهو حبه لصديقه والشياق له والتحصر على فراقه. يعني هذا هو الموقف الأصلي لهذا النص. لاحظوا كيف اشتغلنا بطريقة منهجية وحددنا مجموعة من العناصر المتعلقة بهذا النص والتي ستخدمنا في مهارة التحول. يعني نحن سنشتغل الآن على هذه العناصر، هذه العناصر التي ستفتح لنا القدرة على تحويل ذلك النص من مسار إلى مسار آخر. ننتقل الآن للخطوة الثانية. في المرحلة الثانية قلنا تحديد المسار الجديد للنص، أي ضبط تحديد الغرض الجديد من النص واقتراح معجم بديل. اقتراح معجم بديل وضع خطة في هذه العبارة يسهل مقاصد النص الجديد. في نص جديد يذم طفل أحد أصدقائه ويعبر عن كرهه له. يعني لاحظتم أن النص الجديد المسار الجديد هو الذم، لأن المسار الأصلي كان هو المدح. إذا يذم طفل أحد أصدقائه ويعبر عن كرهه له. إذا عندما نقول يذم، ما هي الصفات التي يجب أن تكون في الصديق الجديد أو في النص الجديد؟ طبعا أسوأ أصدقائه، الخيانة، النفاق، البخل، الأخلاق الدنيئة، ينافس غيره من أصدقاء السوء، لأن أصدقاء السوء كثر، بينما أصدقاء الخير موجودون لكن أقل من أصدقاء السوء. لاحظوا كيف أننا تقريبا جئنا بأضداد الصفات السابقة، فقط تأتي بكلمة ضدها وتجمع هذه الكلمات لكي تنتقل بها إلى المرحلة الموالية. إذا لاحظتم أتينا ب صفات متضادة أو صفات تضاد للصفات السابقة. ما قلت الكاتب في النص الجديد كيف سيكون؟ أكيد طبعا كره الطفل لهذا الصديق وعزمه على قطع صلته به. واضح؟ إذا الآن حددنا من خلال خطوتين أساسيتين، حددنا المواقف والصفات التي وردت في النص الأول والفكرة أو مضمون النص، ثم على ضوئها انتقلنا للخطوة الثانية إلى تحديد مضمون النص، ثم تحديد الصفات التي سيتميز بها الصديق في النص الجديد، ثم موقف هذا الطفل لذلك الصديق. حددنا تقريبا 80% من العمل الذي يجب أن نشتغل به في المرحلة الأخيرة. فقط بقيت مرحلة واحدة هي مرحلة التجميع. سجلنا مرحلة التجميع، سنقوم بتجميع هذه العناصر في نص بإدخال روابط مناسبة لصياغة هذا النص صياغة أسلوبية جميلة مع توظيف علامة الترقيم. إذا المرحلة الثانية قلنا بعد أن نجمع المرحلتين السابقتين يصاغ النص الجديد صياغة متماسكة معي وخالية من الأخطاء النحوية والتعبيرية. عندما نقول الأخطاء النحوية، أخطاء في كتابة الهمزة، التمييز بين همزتي الوصل وهمزة همزة الوصل وهمزة القاطع، الأخطاء التعبيرية أحيانا توضيح اللغة العامية، توضيح بعض كلمة في غير معناها. إذا ينبغي تجنب ارتكاب مثل هذه الأخطاء. إذا في هذه المرحلة نحرص على جمع شتات النص الجديد من خلال توظيف عبارات المعجم الجديد واستخدامها في جمل مناسبة للمصدر المطلوب، مع الحرص على الربط بين تلك الجمل بروابط متنوعة ومناسبة للمعنى. ذكرناها قبل قليل، الروابط مهمة جدا، حاولوا أن تجمعوا هذه الروابط وتحفظوها، ستسهل عليكم كثيرا مسألة التعبير. كثير من التلاميذ يستطيع أن يأتي بأفكار مشتتة، ولكن أن يجمع بين هذه الأفكار لا يستطيع ذلك. لماذا؟ لأنه عنده فقر معرفي فيما يتعلق بالروابط، بما أن ولكن وحيث أن وحيث وحيث أن ولكن إلى آخره. مجموعة من الروابط تستطيع أن توظفها في التعبير والإنشاء، وإذا حفظت هذه الروابط ستسهل عليك عملية التعبير والربط بين الجمل. إذا قلنا
روابط متنوعه ومناسبه لنا روابط متنوعه، بعض التلاميذ لا يعرفون رابطه الواو، الواو فقط، النص كله برابط واحد فقط يكون فيه بعض الملل. والتوظيف السليم، التوظيف السليم على علامه التقييم، بعض التلاميذ يعني يدرج على علامه التقييم في نصه ولكن لا يحسب كيف يوظفها، لا يحسب توظيفها، لا يضع الفصيله في مكانها والنقطه في مكانها، لا يحسن لا يميز بين على التوظيف كيف يوظف علامه الانفعال مثلا او ما يسمى بعلامه التعجب. اذا ينبغي التدرب على هذه المساله مهمه جدا، ما لها من ضوء كبير في معنى. طيب انا قمت بصياغه النموذج، هذا النموذج طبعا هو ليس نهائيا، الامر موكول الان الى ابداعكم، يستطيع كل واحد منكم وانتم مؤهلون لان تستطيعوا تحويل ذلك النص الى مصدره الجديد فقط، اتبعوا الخطوات المنهجيه التي ذكرنا وستستطيعون ذلك. كان نموذج بسيط سوف نتطرق له في هذه في هذا الجزء من الدرس. انت اسوأ صديق لي يا عمرو، لطالما كنت خائنا ومنافقا ودائما انني في تصرفاتك معي، حيث انك كنت تفضل نفسك علي في كل شيء. كنت ارى فيك الجبن والحقاره في مواقف كثيره، واخلاقك الدنيئه زادت من كره لك، اما بخلك ففقد كل الحدود، خصوصا حينما كنت تخبئ مالك وتحاول التصرف في مالي انا. لا اخفيك شعوري، لقد ارتحت كثيرا حينما افترقنا، واتمنى الا نلتقي مره اخرى الا اذا استطعت اصلاح نفسك وغيرت من تلك الطباع السيئه. لاحظوا بكم يعني بكل سهوله استطعنا ان نحول ذلك النص من مسار الى مسار اخر. وضحنا تلك الصفات: السوء الصديق، خائن، منافق، اناني، تفضل نفسك، عندما نقول اني نفضل نفسك، فيك جبن، حقاره، اخلاقك دنيئه، بخلك الى اخره، مجموعه من الصفات وضحناها في هذا النص. ثم لاحظ جيدا علامات التقييم كيف انها تضرب ايقاع النص ومعناه وتضفي عليه جماليه. اذا انا متاكد انكم ستستطيعون انتاج نص بهذه المواصفات، وهي مساله سهله جدا، فقط اجتهدوا في توظيف علامه التقييم في توظيف الخطوات المنهجيه لهذه المهاره. الان سننتقل الى اخر مرحله في هذا الدرس، سنقوم ب ساعطيكم تمرينا منزليا بسيطا تشتغلون عليه. قد يقول قائل منكم كيف سنصحح ذلك؟ تستطيع تصحيح انجاز كلمتك او تصححه لبعضكم البعض، يمكنكم ذلك، يعني كل واحد فيكم يصحح الاخر الى اخره، المهم تستطيعون ذلك، فقط حاولوا ان تجتهدوا وتطبقوا الخطوات المنهجيه على انتاجكم. طيب ارسل لك احد اصدقائك رساله يعبر فيها عن فرحه الهائل بمناسبة نجاحه في دراسته، وقد كانت رسالته كالتالي: صديقي الحبيب أحمد، أكتب لك هذه الرسالة وقلبي يكاد يطير فرحا بنجاحي. إذن من خلال الكلمات يتضح لكم مسار النص، لا أكاد أصدق أنني نجحت بعد تلك المشاكل والصعاب التي واجهتني في نهاية أو في هذه السنة. أحس بشعور رائع يملأ قلبي وجسدي كله وجسدي كله، وقد عمت مشاعر الفرحة كل منزل، حيث انطلقت الزغاريد من أمي وأختي وبعض الجيران، بينما أخذ والدي بالتكبير وحمد الله تعالى. أحببت أن أشاركك فرحتي لأنك صديق عزيز علي، وأنا متأكد أنك ستفرح بفرحي ومحبتي والتقدير لك صديقي العزيز، وإلى الملتقى إن شاء الله. إذا المطلوب حول وضع في هذا النص من فرح عارم بالنجاح إلى حزن عميق بالرسوب.
بالضبط من الخطوات المنهجية التي تعرفت عليها في هذه المرحلة. أعزائي التلاميذ، محبتي لكم، أدعو الله لكم بكل قلب خالص أن يوفقكم ويعينكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.